جلابة اون كريب على ود رمضان بالقطيب وشواروفسكي. انا اختاريت ندير ليها بغوش باش تجي خفيفة على ود العيد الفطر ولا عرادة في الفطور في مع العائلة. اختاريت بالضبط هاد البيغلاج هذا، ما بغيتش نقوي البيغلاج بزاف حيتاش دابا البيغلاج بدا كيدي موضة، يعني كومسا كتجي بيغلاج في نفس الوقت ومبدل. يعني هذا هو الموضة ديالي بالنسبة ل 2018 في رمضان. اختاريت هاد الجلابة لا كولور بلو الكتريك، فضلت نديرها براندا براندا على شعرة، ودخلت فيها وريدات بلي كولور. وهاد الجلابة هادي درتها على ود رمضان، وكنبقاو دائما على الأصالة المغربية. التوب دائما انا كنفضل نخدم بالكريب يعني، وكيبقى على حسب الناس اللي بغى شي توب اخر من غير الكريب. بالنسبه للراندا كتجي في الكريب، كتجي في المليفه، كتجي في جوهره. يعني الراندا كنخدموها في تقريبا في جميع الاتواب، وكنخدموها حتى في السوسدي، حتى هي كتخدم الراندا في السوسدي. ومن الاحسن الراندا تخدم على شعره باش كتعطي المنظر ديالها وكتعطي داك الرق ديال الراندا.